مساء الخير. أنا كنت كتير حابة أن أكون متواجدة معكم الليلة بمهرجان الفيلم اللبناني بكندا، بس للأسف الظروف ما سمحت. بعرف أنه اليوم المشاهدين من كل جنسيات العالم بدي أشكركم لدعم الفيلم اللبناني، وخاصة اللبنانية اللي حتشوفوا اليوم بفيلم بالصدفة، فيلم حساس جدا، هو صورة مصغرة عن معاناة المواطن اللبناني اللي خلق كبر وعاش بلبنان. شخصيات اللي رح تشوفوها شخصيات قريبة منا كتير، بتشبهنا وبتشبه الواقع، على أمل أنه نلتقى نرجع ببلدنا ونعمره بالطريقة اللي منحلم فيها. كارول سميحة.